جمعية أكاكوس للشباب نظمت معرضاً علمياً تراثياً في غاط حفاظاً على الموروث الثقافي التاريخي، كما مثل المعرض فرصة لاستعراض جملة من المعروضات، وشمل المعرض أجنحة عديدة للصناعات السعافية وللمأكولات الشعبية وزي العروس الترقية. قمنا بمعارض عديدة، أولاً في البركت، وبعدها انتقلنا إلى فاوت، واليوم انتقلنا إلى غاط. والهدف من المعرض نقوم بعرض العرايس زي العروس التارقي من الأقدم إلى الأحدث، ويشمل المعرض الأشغال اليدوية والكتب. منذ 3 سنوات بدأ تنظيم هذا المعرض الذي يحيي الموروث الثقافي التاريخي، كما تزايد عدد المقبلين عليه تعبيرا منهم عن إعجابهم بما يقدمه المعرض من منتجات تقليدية. قامت هذا المعرض طبعا معرض تنشيطي وتذكرة للعادات والتقاليد والتراث الترقية أو حفاظا على الموروث الثقافي، ويعتبر هذا ثالث معرض لجمعية أكاكوس. واخترنا طبعا غات المركز اللي هو لأنشطتها داخل بلدية غات بالكامل. تنظيم مثل هذا النوع من المعارض يعتبر نقطة إيجابية تضاف إلى رصيد المنظمات والجمعيات التي تهتم بالتراث والتاريخ ونشر هذه الثقافة على مختلف المناطق الليبية الأخرى.